غسلنا الخضار والفاكهة خلاص، عايزين بقى ننشفها ونجففها. عملوا كمان مجفف للخضار، يلا نجربه ونشوفه فعلا بيجفف الخضار كويس من غير نقطة مية ولا لا. ده شكل العلبة اللي بيجي فيها المجفف، ده شكلها بولة كده غويطة بيتحط جواها صفاية، وبعدين دي اخر جزء بتركب على الصفاية. بس قبل ما نركب عليها اخر جزء بنحط بقى الخضار اللي احنا عايزين نجففه. يعني مثلا انا دلوقتي عندي طماطم وخيار وفلفل زي ما شايفين عليهم مية، هشوفها هتعرف تجففهم لي ولا هي بتجفف ورقيات فقط. نضغط وبعدين هنلف كويس. انا معرفش انا المفروض الف قد ايه، فانا لفيت كده شوية. لا هي ما شايتليش المية، عادي المية زي ما هي، المية لسه زي ما هي على الخيار والطماطم والفلفل. فهنشيل ده ومش هنقلف. فهي دلوقتي مكتوب عليها مجفف خضار، كنت اقول هي مجفف بس الورقيات لقيتهم رسمين طماطم. جرب انشف فيها الجرجير، زي ما شايفين الجرجير اهو كله مية والمية عليه. هشوف بقى هتقدر تنشف الجرجير ولا هتعمل زي الطماطم. الله، بسم الله. هو عليه قطرات من الماء. طب اشوف اللي نزلته، هي او نزلت شويه الميه دول اهو منه. هي ما نشفتش تماما، يعني هي زي ما شايفين الجرجير لسه عليه ميه، بس ما بقاش ينزل ميه. يعني لو انا ماسكه شويه اهو عملت كده مفيش ميه نازله، بس تمام. يعني هي بتشيل بس الميه الزايده، ولكن الميه اللي فيها مش بتنشفها. جففت الخضار دي، هي بس بتشيل الميه الزياده ولكن مش بتنشفها تماما. جه في مخيلتي ان يعني مثلا لو عامله ملوخيه وحطيتها تنشفها تماما، ولكن هي بس هتشيل منها الميه الزياده. وده كده بالنسبه لمجففه الخضار دي.